السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد، وشكرا. تقدم الاتحاد الجنوب الافريقي لكرة القدم باعتراض لدى الكاف على استضافة منتخب ليبيريا لمبارياته في التصفيات مؤهلة لنهائيات كأس افريقيا الكوت ديفوار 2023 في المغرب، ووجه الاتحاد الجنوب الافريقي مراسلة للاتحاد الافريقي للعبة يعترض من خلالها على اختيار المغرب لاستقبال مباريات ليبيريا في التصفيات، باعتبار أن ذلك سيقلل من رحلات المنتخب المغربي الخارجية ويمنحه امتياز مقارنة بباقي المنتخبات. وطلب الاتحاد الجنوب الإفريقي بتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتطبيق قواعد اللعب النظيف، لأن المنتخب المغربي سيحصل على امتياز كبير من خلال مواجهته لليبيريا على أرضه، ما سيقلل من رحلاته الخارجية مقارنة مع باقي المنتخبات المجموعة. ويتواجد المنتخب المغربي في المجموعة 11 للتصفيات المؤهلة لكاس كوت ديفوار 2023 إلى جانب منتخبات ليبيريا، جنوب أفريقيا وزيمبابوي. كشف الدولي المغربي نصير مزراوي لاعب فريق أياكس أمستردام الهولندي لكرة القدم عن توقيعه رسميا في كشوفات بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقال المزراوي إنه كان ينتظر تتويج فريقه بلقب الدوري الهولندي من أجل الإعلان الرسمي عن وجهته الجديدة. وأكد النجم المغربي في تصريح خاص به قناة ESPN أنه لعب في صفوف فريق أياكس لمدة 17 سنة، لكنه علم أن النهاية فقط عندما كانت مغادرته أرضية الملعب. وكشف المزراوي عن وجهته المقبلة وهي الدوري الألماني عبر بوابة نادي بايرن ميونخ. ودع اللاعب المغربي جمهور فريق أياكس عقب تتويجه بلقب الدوري المرة 36 في تاريخه بعد فوزه بخماسية نظيفة على ضيفه هيرنيفن أمس الأربعاء في الجولة ما قبل الأخيرة للمسابقة. وبهذا الفوز رفع نادي أياكس رصيده إلى 82 نقطة بفارق 4 نقاط أمام أقرب ملاحقيه إيندوفن، وتوقف رصيد هيرنيفن عند 38 نقطة في المركز التاسع. ووضع النجم المغربي نصير المزراوي حدا للتكهنات التي رافقت مستقبله خلال الأيام الأخيرة، وأكد ما جاءت به الصحف الألمانية بداية هذا الأسبوع معلنا أنه سينتقل لصفوف بايرن ميونخ في المركز الصيفي القادم. وقال المزراوي في تصريحات لإسبين الهولندية بعد فوز أياكس أمستردام مساء يوم الأربعاء على هيرنيفن 5-0 والتتويج بلقب الدوري الهولندي الممتاز: يعلم الجميع أنها هذه كانت آخر مباراة لي هنا، كانت مثل الوداع بالنسبة لي، أحب الجماهير وأحب هذا النادي، انتظرت إلى حين تتويجنا بالدوري لأعلن عن ذلك بعد أياكس بايرن ميونخ هو فريق أحلامي، الآن يمكنكم أن تقدموا لي التهاني. وأضاف: لعبت 17 عاما مع هذا الفريق واستمتعت بكل دقيقة خدتها. تجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ سيعلن عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة، علما أن مزراوي سيوقع في كشوفات بطل ألمانيا في صفقة انتقال حر، حيث ينتهي عقده مع أياكس في 30 من يونيو القادم. وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في سوق الانتقالات في أوروبا عن توقيع المغربي نصير المزراوي لعقده مع بايرن ميونخ عبر تغريدة عبر حسابه الرسمي على الموقع الاجتماعي تويتر. كما نجح لاعب أياكس أمستردام الهولندي في اجتياز الفحص الطبي مع الفريق البافاري في انتظار الإعلان الرسمي وانضمام الظهير المغربي للبايرن في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وسيضفي النادي الألماني الطابع الرسمي على صفقة اللاعب المغربي قريبا بمجرد انتهاء أياكس من سباق تحصيل لقب الدوري الهولندي. ونجح عملاق ألمانيا في خطف الموهبة المغربية بعد منافسة قوية من فريق برشلونة. يذكر أن عقد مزراوي مع أياكس أمستردام سينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي يوم 30 يونيو المقبل. توج أياكس أمستردام رسميا بطلا للدوري الهولندي لموسم 2022 المرة 36 من تاريخه بعد أن اكتسح ضيفه هيرنفين بخماسية نظيفة يوم الأربعاء
ضمن مواجهة الجولة 33 وقبل الأخيرة من المسابقة. واحتفل الدوليين المغربيين نصير مزراوي ومحمد أمين إحتارين لاعبا أياكس بلا أعلم المغربي، معبران عن فرحتهما بالظفر بالدوري الهولندي. وعلى ملعب يوهان كريف أرينا لم يفوت أياكس فرصة الاحتفال وسط أنصاره باللقب، وأمطر شباك ضيفه بخماسية نظيفة سجل منها ثلاثية في غضون 19 دقيقة من الشوط الأول عن طريق كل من الأرجنتيني نيكولاس داغاليكو وستيفن بيرغويس والإيفواري سيباستيان هالر من ركلة جزاء في الدقائق 19 و33 و38 على الترتيب. وفي الشوط الثاني وتحديدا في آخر الدقائق أضاف برايان بوي وإدسون ألفاريز الهدفين الرابع والخامس في الدقيقة 85 و90 على الترتيب. وبهذه النتيجة ينجح أياكس في حسم اللقب رسميا قبل جولة من النهاية للمرة الثانية تواليا والسادسة 36 في تاريخه، حيث رفع رصيده إلى 82 نقطة ويوسع الفارق مع ملاحقه إندوفن إلى 4 نقاط قبل جولة من الختام. أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم مساء يوم الخميس بشكل رسمي عن تقديمه لطلب استضافة المباراة النهائية للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا. وحسب بلغ الاتحاد المصري في اللعبة فقد تتم مراسلة الكاف بخطاب رسمي من أجل استضافة المشهد الختامي لدوري أبطال إفريقيا بعد سحب دولة السنغال لملف تصريحها لاحتضان المواجهة المذكورة. وأضاف ذات البلاغ أن هذه المراسلة جاءت كتتم لمجموعة من المراسلات التي قام بها الاتحاد المصري بعد اعتراضه على تعيين ملعب محمد الخامس في المملكة المغربية لاحتضان نهائي القاري. وكان الاتحاد الإفريقي قد أعلن مساء يوم الاثنين الماضي عن استضافة ملعب محمد الخامس بشكل رسمي لنهائي دوري أبطال إفريقيا في 30 مايو من الشهر الجاري.